على هذا الطريق الإسفلتي يمر أكثر من 2000 شخص يوميا، جميعهم فروا من أتون الحرب الدائرة بين قوات المعارضة السورية وتنظيم الدولة الإسلامية شمال حلب، متجهين إلى مدينة عفرين كنازحين في مخيماتها أو للعبور بعد ذلك إلى ريف إدلب. كان بيد داعش والحر عما يتقاتلوا وبقي الحزم نوجينا. الحمد لله يعني قضينا شتوية ما استفدنا فيها شيء، يعني طول برد وهواء وغبرة، يعني ما حسنا نبرك طول نهائي. وين رايحين تولى؟ رايحين على سرمدة. يقول القائمون على إدارة معبر قطمه في عفرين إنهم يستقبلون آلاف النازحين من مختلف المدن السورية، أغلبهم من النساء والأطفال والطاعنين في السن، حيث تعد عفرين بالنسبة لأغلبهم نقطة عبور، بينما يستقر أكثر من 150 ألف نازح في مخيمات قرب المدينة. وعمل سر معبر قطمنا وعمل لوداري كوريخو. نحن هنا في معبر قطمة نقوم بعملنا، وهو استقبال نازحي منطقة الشهباء من الحسكة والباب ومنبج، ولكن أغلب النازحين هم من ريف مدينة الباب. تتقدم عملية درع الفرات التي تقودها المعارضة السورية على حساب تنظيم الدولة باتجاه مدينة الباب، ويتزامن ذلك كله مع حركة نزوح كبيرة تشهدها المنطقة، حيث يحاول المدنيون فيها النجاة بأرواحهم عبر التنقل من مكان إلى آخر، فيما لا تزال معاناتهم مستمرة إلى الآن.